رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير البريطاني للتوديع ويشيد بجهوده في دعم تطلعات الشعب اليمني. اللواء البحسني يطمئن على صحة المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري. محافظ حضرموت يدشن الحملة الشاملة لتنظيف سواحل حضرموت في سياق التحضيرات لتدشين مهرجان البلدة السياحي. محافظ حضرموت يوجه هيئة الشؤون البحرية باتخاذ الإجراءات الفنية للحد مما تبقى من مازوت على جدران شامبيون واحد الجانحة مقابل المكلا. المقدم الصاعي يعلن انتهاء التحضيرات الخاصة بموسم البلدة واستعداد قوات خفر السواحل بحضرموت لتدشين الخطة الأمنية الميدانية.